حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج إيتاج. فاصل قصير وبعدها نبدأ بأبرز الأحداث والتفاصيل، خليكم ويانا ما حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك، واللي عندنا بهاي المنصة اليوم بالموضوع الأول اتناولناه بالحلقة السابقة من برنامج إيتاج. منتسبين اثنين كانوا فاتحين بث بالتيك توك، التيك توك فاتحين بث، واحد يريد تكبيس وواحد يريد ورد وواحد يريد مدري شنو. لذلك استوى وزير الداخلية بعد ما شاف المناشدات وبعد ما شاف الموضوع اللي صعد ترند وبعد ما طالبنا بفتح تحقيق بالموضوع، قرر وزير الداخلية نقل المنتسبين اللي كانوا يفتحون بث بالتيك توك ويدارون تكبيس وبصفهم واحد جاي يحققون وياه الى الحدود بسبب ظهورهم عبر بث مباشر على تيك توك. وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يقرر نقل ضابطين من شرطة الرصافة الى قوات الحدود. البعض راح يقول شنو يعني نقلهم لقوات الحدود؟ زميلي العزيز، النقل الى قوات الحدود احيانا يعتبر هو يعني شلون اسمي لكم اياها، يعني جزء على قولتهم، يعني هذا لازم ينقل هناك، يعني شلون العقوبه اشبه بالعقوبه. لذلك قرر نقلهم الى الحدود بسبب ما قاموا به من امر بصراحه محزن جدا. يعني احنا راح نحزن على ذول الشباب، يعني هذا الموضوع خارج سياقات الـ وزارة الداخلية والأمور اللي معمول بها. لذلك يعني تم نقلهم. السرية والخصوصية كانت المفروض تكون موجودة في هذا البث عبر التيك توك. يا أخي تفاتح بث دور تكبيس مشكلة. الموضوع الثاني خلني أسولف لكم شوية عليه. أكو مجموعة اسمهم القربانيون، هواي منكم يسمع إلقاء القبض على قربانيون، مدري شنو قربانيون. شوف أخوان، القربانيون شنو؟ دولة مجموعة يتكونون مثلا من 5 أشخاص، مثلا 6 أشخاص، ويحددون واحد منهم يفدي روحه ينتحر. مجموعة أجلكم الله تافهة. زين، هذول القربانيون قاموا يتوسعون، أعدادهم بدأت تزيد، ولكن وزارة الداخلية ملاحقة لكل هؤلاء القربانيون وجهاز الأمن الوطني وكل الجهات المرتبطة بالداخلية. من القربانيون حصيلة جديدة للملقي القبض عليهم من الأمن الوطني في 4 محافظات. استمرارا لمتابعة جهاز الأمن الوطني في ملف الحركات السلوكية المنحرفة، لا سيما حركة القربانيون، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وتكثيف الجهدين الفني والميداني، تمكنت مفارزنا في محافظة المثنى من إلقاء القبض على 20 متهما من الحركة، ومنهم العارف، وهي تسمية تطلق على المنظرين لهذه الحركة أو بمعنى المبلغ أو الداعية، ما شاء الله. كما تمكنت مفارزنا في محافظة ذي قار وواسط وميسان من القبض على 27 متهما ينتمون للحركة، ليتم إحالتهم جميعا إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. شنو الإجراءات اللازمة بحقهم؟ الإجراءات اللازمة القانون الدستور العراقي، أعتقد المادة 7، ما متأكد منها، تجرم كل هذه الأفعال، الحركات اللي بيها الحركات الإجرامية المجموعة تسوي حركة إجرامية، الدستور العراقي يجرم هذه الأفعال. لذلك هذول الناس اللي يسمون نفسهم قربانيون هذول راح يتحاسبون. ليش؟ لأنه موجود بالدستور بالمادة 7 أنه اللي يسوي هاي الحركات وغيرها من الأمور هذا يتحاسب. لذلك يعني أنا ما أعرف يعني المن جاي يسوون. من القربانيون إلى الأنبار، وهم حبس وهم سجن.
يقول لك النزاهة الحبس الشديد والغرامة لمدير تقاعد الأنبار السابق. المدان تسلم مبالغ مالية لترويج معاملات تقاعدية خلافاً للقانون. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم حضوري يقضي بالحبس الشديد على مدير تقاعد محافظة الأنبار السابق. ما شاء الله. ومكتب الإعلام والاتصال الحكومي وفي معرض حديثه عن قرار الحكم في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء أشار إلى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد ترى وقت يكتبون الأخبار طن الزبدة قاعد أقرأها طن الزبدة يقول لك حضوريا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار. يعني سجن أنا السجن شديد الحبس المشدد الحبس المشدد صار لي ساعة وأقول حبس مشدد طلع الحبس المشدد 3 سنوات هذا حبس مشدد. الله وكيلكم ذاك يوم كنا ب 2022 ذاك اليوم ميسي أخذ كأس العالم ذاك اليوم هاي قبل كم يوم هذا حبس مشدد عبالي شيء شياطين ما شاء الله. وش قلت غرامة 10 مليون ما شاء الله غرامة 10 مليون ما شاء الله. هذا كان أحد المواضيع. الموضوع اللي جاي يعني بصراحة موضوع غريب جدا موضوع غريب جدا. سابقا السياسيين النواب الناس اللي تريد تجي وتحصل على أصوات انتخابية تقوم بتوزيع البطانيات كنا نعرفها وقت الانتخابات يتم توزيع البطانيات هاي وقت الانتخابات ببطانيات بس مو من النمر. غرفة تجارة المثنى تكرم الطلبة الأوائل في المحافظة في مبادرة لاقت سخرية وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. قررت غرفة تجارة المثنى تكريم الطلبة الأوائل في المحافظة من خلال توزيع بطانيات وذلك تعبيرا عن تقديرها لجهودهم وتفوقهم الأكاديمي. هاي البطانيات للطلبة الأوائل ايش قال لك يعني بطانيات للطلبة الأوائل زين. يقول لك وقد ذكر بعض الناشطين ان المبادرة تذكر بالأساليب السابقة التي استخدمها نواب ومرشحون خلال حملاتهم الانتخابية بينما رأى آخرون انها قد تكون مفيدة للخريجين مع قرب فصل يعني بشرفكم اكو واحد ما عنده بطانية. يقول لك من جانبها اكدت مديرية تربية المثنى انها لم تكن جزءا من المبادرة من يصير شغلة مو حلوة كلها تشيد كلها تسحب ما له علاقة تربية المثنى ما لهم علاقة يقولون انها لم تكن جزءا من المبادرة وانها ستنظم حفل تكريم كبير اذا الله وكيلكم اذا ما وزعتوا لهم جنط واقلام ومساسيح انا معتب لكم. تفسيرا حول اختيار البطانيات كوسيلة التكريم بينما تزايدت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة او في الساعات الأخيرة هي التعليقات اللي صارت. التعليقات يقول سيوف القيسي او سيفو القيسي يقول من حقهم لان مقبلين على شتاء قارص شديد البرودة اما حيدر صلاح يقول من كنا صغار كانوا يكرمونا بقلم رصاص لو مساحة ونكون فرحانين كلش ليش منش وقت صارت الهدية بقيمتها المادية دائما قيمتها المعنوية والتذكارية دائما يقول قيمتها المعنوية والتذكارية زين. هذا هو تعليق حيدر صلاح. زيد يقول حتى العرسان بطلوا يستلمون بطانيات هدية حتى الأرسان بالفعل زين. هاي زيد. آخر تعليق من حيدر يقول خلف الله على المصور ما طلع الطلاب. نعم خلف الله على المصور ما طلع الطلاب. هذا هو كان التعليقات حول موضوع البطانيات اللي تم توزيعها على الطلبة الأوائل في
المثنى. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام منصة الفيسبوك. فاصل قصير ولا إنستغرام، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الإنستغرام. السكة مال القطار من تمشي المفروض تكون مقدسة، هاي كنا نعرفها، المفروض تكون مقدسة وما حد يتدخل ويوقف على هاي السكة، سكة القطار ما حد، المفروض ما حد. أما في العراق فقد ترى راكب للقطار يصور بتليفونه ويقول عمي واخره من عندنا، خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوفه. شاهد عادي، شوف شوف السيارات عايفه الطريق التبليغ، وين جايه تمشي على خط السكه، وينطر السائق ان يوقف والسائق بالسياره ما يوقف. وصلنا الى هذا الحال، يعني بالقطار يخاف على ممتلكات السيارات والسيارات ما يخافون. شوف شوفوا بعيونكم، شوف اوقفوا بعدي راح تحصره شاهد. يعني الى متى هذا التجاوز على خط السكه؟ الى متى؟ والله ما اعرف، روحوا بعد توكل. يعني ترى مسكين، يعني صدق الى متى؟ الى متى تبقى هاي الناس اللي 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 عقلها ما اعرف ايش مليان؟ يا اخي هاي سكه مال قطار، زيته ما تخاف على سيارتك؟ يعني حتى اذا ما راح يجيك القطار ويدعمك، سكه مال قطار ما تخاف على سيارتك؟ تاير ينشق مثلا؟ ايش المدرع صاعد لك؟ عقلك ايش بيه؟ عقلك ايش بيه؟ يا اخويا خلوا الناس، طريقك هو الشارع العام، طريق القطار هو وين يروح منك بعد؟ اي مدابي بنهاية الدنيا، السكة مال القطار احنا كنا ندري بيها بنهاية، وين يروح منك بعد؟ والله مشكلة، مشكلة يعني. واعتقد اكو تحويلة مسويها هم الدولة على مود البناء الجديد، اعتقد هاي ببغداد زين مال ساحة عدن. واذا كانت الدولة فعلا هي مسوية التحويلة من يم السكة مال القطار، فاقرأ على الدولة السلام. اقرأ على الدولة، اقرأ على القطار السلام. الآن لدينا مشعوذ، مشعوذ بالأنبار. شو يقول هذا المشعوذ؟ يقول يهدد بتحويل منتسبين لضفادع في محافظة الأنبار. ركزوا وياي، مشعوذ حلو، مشعوذ يعني واحد مخبى، الله خلينا نحكيها زين، طقة ونص. يهدد بتحويل المنتسبين الى ضفادع، يعني ما اعرف صرم بابي مثلا، سلاحف النينجا مثلا، شنو تحولهم؟ لو قصدك ضفادع بشريه، يعني هم فعلا ضفادع بشريه، هم فعلا يعني رجالنا وجنودنا ابطال زين، شنو قصدك انت تحولهم الى ضفادع؟ زين هذا المشعوذ اللي هدد بتحويل المنتسبين الى ضفادع، مو المفروض يتم القاء القبض عليه لانه هو اساء الى فئه يعني بالمجتمع، اللي فئه هي موجوده بالدوله بالحكومه العراقيه، مو المفروض يتم القاء القبض عليه ولا لا؟ ما اعرف، شوف انت عيش وشوف، عيش وشوف. حاليا اريدك تركز لي بهذه الختومات، اريدك تركز لي بها، هاي الختومات اريدك تركز لي بها، هاي صارت يمكم بالجو. يقول لك اعتقال أخطر مزور للوثائق والكتب الرسمية في بغداد بحوزته 62 ختما مزورا. يعني حتى بمريدي ماكو شيء، حتى بمريدي ماكو شيء، انت مجلس وزراء وحدك، انت مجلس نواب، انت مجلس بلدي وحدك مال ختومات، انت جيب طب اختم. يعني انا متاكد هذا الختم يجوز القى مال مجلس بلدي، مال محافظه بغداد، مال دائره المي، مال الزراعه، مال الصناعه، مال الداخليه، ما شاء الله. تم القاء القبض على هذا المتهم، متهم شنو؟ لا هذا مجرم، هذا مجرم، هذا اللي يزور ختومات مجرم، اخطر مزور في بغداد. لنرى ماذا كتب
الناس بعد إلقاء القبض على هذا المتهم. متهم قلت متهم أنا عمي مجرم والله العظيم. واحد يقنعني يقول لي مجرم ما جاي ينسى. أم رضا تقول ما أعرف ليش ما أعرف ليش قلبي حاسسني إنه اللي لازمينه هو خالة عباس. شنو أم رضا؟ شنو أم رضا؟ خالك شنو وضعيته؟ إلى وزارة الداخلية المحترمة وبرنامج إيتاج اللي يتقدم عبر قناة الأيام الفضائية اللي حالياً بالساعة حالياً إحنا طالعين جو حالياً ساعة 6:16. أم رضا معلقة تعليق تقول خالة عباس أنا خايفة من خالة عباس. فأنتوا أكيد هذا مو خالها عباس فتابعوا خالة عباس. يجوز هم عدة ختومات يجوز هم يختم للناس خالة عباس. أدري تسلمي تسليم هالي بالجو شنو مرضى شنو خوي. ياسر الشريف يقول دكتور شلاقه فرقة ناجي عطا الله ما عنده هيك اختام. الدكتور شلاقه اللي هو فرقة ناجي عطا الله كان أحد الشخصيات اللي يعني موجودة وظهرت بالمسلسل اللي كل شيء سوى ناجي عطا الله من نجل بغداد. جواز سفر جنسية عقد زواج عقد محكمة عقد. دكتور شلاقه شرفتنا خليت يعني احنا فخورين بيك خليت العالم كله يعرف العراقي يزور. محمد خضير يقول عمي اللي يفتهم وعنده فلوس ما يبقى. ايش فيك محمد؟ انا سمع بالعراق باء الف لام عراق بالعراق اقعد اصحح لك بالجو. يقول عمي اللي يفتهم وعنده فلوس ما يبقى بالعراق. هسه انا افتهم بس فلوس ما عندي محشاش هم. الحمد لله شكر ربي. روح روح محمد روح روح. آخر تعليق من دكتور كرار الجبوري يقول هذا تنطي علم بعد يأسس دولة. فعلا تنطي علم بعد ويأسس دولة. نعم تنطي علم ويأسس لك دولة عنده 100 ختم. الآن لدينا في منصة الانستغرام أيضا تخفيضات. شو كنت تطلع التخفيضات؟ طلع لنا التخفيضات يا الله اجت يا الله. يقول لك مشاهد تظهر تدافع المئات من المواطنين في السعودية بعد الحصول على فرصة لتخفيض الأسعار. خلينا نشوف الفيديو مع التخفيضات. يا سلام لا ارجع العرض ارجع. هذا شنو صدق يعني شنو جاي يبيع بلاش؟ ترى اعتقد تخفيضات يعني مسوي سيل يعني مو ما جاي يبيع بلاش. ايش دعوه هيك؟ ايش دعوه هيك؟ مو هواي تحسون الموضوع هواي لو بس ثاني يعني تحسون الموضوع مبالغ به لو بس ثاني ما اعرف ما اعرف انا احب اسوي هيك يعني ما ادري ليش الموضوع يعني بصراحه هذا ما اعتقد تخفيضات. كين قالهم قام بلاش والذات لاحظ يعني أغلب المواطنين السعوديين ومن المتعارف عليه إنه يعني ال كفرد سعودي دخل يعني المادي زين جيد لما نشاهده في الرياض حاليا والدوري السعودي لكرة القدم قاموا يجيبوا اللاعبين بمليارات ما أعرف. خلي روح هذا الفيديو اللي عندنا وراء فتشي يعني بصراحة بحياتك ما شايفه. قد تجد في بعض الأحيان في كرة القدم لاعبا ما يسقط مصابا أو يخرج من أرضية الملعب يعني تشوفه واية في كرة القدم كثير من الأمور تشوفها. بس مال تشوف طفل ينام فجأة أثناء اللعبة لا والله هاي ما شايفها بد. خلينا نشوف الفيديو. قاعد 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 اخذ له غفوه قاعد
ما شاء الله والله ما تعيدون الفيديو بس المشكلة يا أخي كارثة. هذا الطفل نام أثناء كرة القدم يعني أثناء اللعبة نام هذا الطفل يعني ما شاء الله عليه يعني أدري لك قولوا عليك والدنيا اشتعلت فاتوا من يمك لعبوا لك باص والتنايم ما تباشر أكبر عصير أحسن لاعب بالعالم. بس بالعكس مشاهدين الكرام انتهت منصة انستغرام فاصل قصير ومنصة اكس خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام. وقانون تعديل الأحوال الشخصية هو موضوعنا لهذا اليوم في منصة اكس اللي دائما ما يتم يعني انتشاره بشكل رهيب جدا. يا علي من يسمي نفسه يا علي يقول من يدعون الخوف على وحدة الشعب العراقي بحجة أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري سيسبب التفكك يتجاهلون أن هنالك 17 طائفة دينية في العراق لها قوانينها الخاصة فلماذا يعترضون على حق الأغلبية الشيعية في اتباع قانون يعكس معتقداتها. تعديل قانون الأحوال مطلبنا. فيروز تقول أني كشيعية وأنتمي للمذهب الجعفري ما مجبورة أني وأهلي وأطفالي نتبع فتاوي وقانون لمذاهب ثانية مع احترام المذهب السني أو وضعية تخالف الدين والشرع. بعض النساء تسمع لبعض النساء المنفلتات دينيا وأخلاقيا وترك كلام الأئمة والمراجع بسبب التضليل الإعلامي. خلينا نشوف الفيديو. لما يطلع لك واحد أهل دين عمره صرفه في أمر الدين لما يطلع لك يقول لك يا به هذا صح وسووه وهذا قروه وهذا عدلوه وهذا بطلوه فلان قانون شرعوه فلان قانون عدلوه لا يطلع كم واحد على حال لا قيمة له ولا تاريخ له ولا دين له. المشكلة احنا اللادينيين صوتهم عالي اللادينيين يعني مجموعة من الفاسدات والفاسدين. ايضا هذا الفيديو كان متداول بشكل كبير جدا في منصة اكس. مختار ابو زهرة يقول استهداف مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية عبر حملات اعلامية مغرضة يهدف إلى تضليل الرأي العام. هذا التعديل ليس كما يزعمون بل هو خطوة نحو الرجوع إلى الشرع والدين حيث تجد الأسرة حقوقها وكرامتها بعيدا عن القوانين الأجنبية التي لا تتماشى مع عقيدتنا. أيضا تغريدة أخرى من علي الولائي يقول النص الدستوري في المادة 41 يمنح المواطنين الحرية في اختيار أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم. مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يأتي ليترجم هذا الحق الدستوري. تعديل قانون الأحوال مطلبنا. آخر تغريدة من سيد غسان الزاملي يقول إن القانون الجعفري من جاي صفر إن القانون الجعفري يعتمد على أساس متين وهو العصمة التي يمثلها الإمام الصادق عليه السلام فهو الأعلم بالقرآن الكريم ولم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأحاطها مما يجعله قانونا شاملا لكل مسائل الأحوال الشخصية. هذه كانت آخر تغريدة من مختار حول موضوع قانون الأحوال الشخصية. مشاهدين الكرام انتهت منصة اكس. فاصل قصير وقصة الحدث خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا في قصة الحدث. وقصة الحدث لهذا اليوم هي للرياضة. يخوض منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل مباراة مع منتخب عمان سلطنة عمان في استاد البصرة الدولي الساعة 7 مساء. وبعدها بخمسة أيام في اليوم العاشر من هذا الشهر أيضا سيلعب منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي في الكويت. قصة الحدث بالصفحات العمانية نشرت تنويه بالإشارة إلى البيان الصادر من سفارة سلطنة عمان في بغداد نود
إفادة جماهير منتخبنا الوطني الراغب في حضور مواجهة التصفيات الآسيوية والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 أمام منتخب العراق في 5 سبتمبر الجاري، بأنه تم إعفاء الجماهير من رسوم تأشيرة دخول العراق للقادمين برا وجوا إلى محافظة البصرة، ويسري الإعفاء من 2 إلى 5 سبتمبر. يعني اليوم جيد بشار، اليوم 1 لو 2، اليوم 3، يعني من البارحة لحد يوم اللعبة يتم إعفاء الجماهير العمانية من الفيزا، رسوم الفيزا. بينما السفير المنهل الصافي يقول تكللت جهود السفارة وجهود معالي عبد الأمير الشمري وزير الداخلية، وبعد لقاء السفير صباح هذا اليوم 2/9 مع معالي الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالنجاح في اعتماد آلية دخول 5000 مشجع. ركزوا ياي، 5000 مشجع راح يدخلون الكويت ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية فقط. تنوي مشاهدين الكرام، بس اللي عنده جواز سفر إلكتروني، بس اللي عنده جواز سفر إلكتروني يقدر يسافر للكويت من 5000. لحد يقول ما قال لي اللعبة يوم 10، بس اللي عنده جواز إلكتروني. أيضا لحضور مباراة التصفيات والتي ستجمع منتخبنا المنتخبين الشقيقين في ملعب استاد جابر الدولي، وسيقوم اتحادي الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. كان لغط في الأيام الماضية حول موضوع دخول المشجعين، لذلك حصة العراق من استاد جابر هي 4500، 4500، لأنه 8% لنا حق من الملعب، ولكن الاتحاد الكويتي والحكومة الكويتية مشكورة حصلت على 5000 مشجع. وزارة الداخلية العراقية أصدرت توصيات صدرت من اللجنة الأمنية العليا في اتحاد كرة القدم لغرض تأمين مباراة يوم الخميس بين منتخبنا الوطني ونظيره العماني في البصرة، وهذه هي أبرز التوصيات. الجقاير ممنوعة، الليزرات، الأمور، الشعالات وغيرها. خلينا نشوف تحضيرات المنتخب لهذه المباراة. هذا الفيديو من تحضيرات منتخبنا الوطني لمباراة عمان والكويت. الآن لنستمع إلى آراء بعض الجماهير. أهلا وسهلا بكم في مدينة البصرة، عين غطا وعين فلاش، وأهم شيء منتخبنا الوطني أريد لكم الكلام. منتخبنا الوطني منتظركم بجدع النخلة، وإن شاء الله ترفعوا رأسنا، وأهم شيء الأهداف، وكلكم بكم الزود إن شاء الله. إن شاء الله تصفيات كأس العالم محافظة البصرة للمنتخب الوطني العراقي، الفوز إن شاء الله. محافظة البصرة ترحب بكم، عين غطا وعين فراش، وأهلا وسهلا بكم. هيا بكم منتخبنا الغالي، البصرة عين غطا وعين فراس، أكيد المنتخب فايز. البصرة بصرتكم، ملعب جمع النخلة ينتظركم، تصفيات كأس العالم. فايز يسجل للعراق، كل البدايات فايز، كل البدايات فايز. الله، أنا متحمس لتصفيات كأس العالم، ننتظر المنتخب في ملعب البصرة. حار، برد، جذع النخلة. يلا كأس العالم، حملة كبرى انطلقت لمساندة منتخبنا الوطني في مشوار تصفيات المونديال. المشاهدين الكرام، انتهت فقرة قصة الحدث، فاصل قصير وقصة النجاح وضيف قصة النجاح، خليكم ويانا تحدي روح بعيد. أهلا بكم مجددا. قبل أن نتعرف على الضيف كالمعتاد لنرى الفيديو التعريفي.
اليوم وصلنا الشيء صار لفترة انتظره من الوريد. Officially amazing. Guinness World Record. اللوجو مالتهم وفي largest flag thrown by Paramotor Trike اللي هو رقم قياسي اللي سويناه أنا وصديقي. فراح أبدي هسه. أو شوف certificate. موسوعة جينيس ما شاء الله. لنرحب بضيفنا أحمد وجدي، حياك الله ضيف عزيز على قناة الأيام الفضائية وبرنامج إيتاج. عزيزي أحمد الله يحييك، أهلا وسهلا بك. شكرا على هذا التقديم الرائع. راح أحييك وأحيي الجمهور الكرام إن شاء الله. حبيبي أحمد، نعم، حدثني عن موسوعة جينيس وكيف دخلت هذه الموسوعة وحصلت على الشهادة رغم صعوبتها. طبعا موضوع الرقم القياسي كان مشترك بيني وبين زميلي كابتن حسين الشيحاني لمدة سنة ونص تقريبا. أنا أشتغل على موضوع رقم قياسي اللي هو رفع العلم العراقي بطائرة شراعية ذات محرك، أكبر علم دولة بالعالم. بداية كانت فكرة بسيطة، يعني اتصلت أنا بيوم من الأيام كابتن حسين، قلت له أنا عندي فكرة أنه نسوي رقم قياسي. هو يعني شجعني، يعني شجع الفكرة وقال أوكي خلينا نكمل نمشي بيها. فاشتغلنا على الموضوع، مرينا بعدة مراحل، عدة تجارب، سوينا محاكاة للطيران، قدرنا يعني بعد سنة ونص من التجارب والمحاولات قدرنا نوصل مرحلة أنه نقدر نفتح هذا العلم اللي هو أكبر علم دولة بالعالم بمساحة 270 متر مربع، ونقدر أنه نسجله بموسوعة جينيس الأرقام القياسية. جميل. بحيث يكون هو إنجاز للعراق طبعا اولا، وانجاز شخصي انه ثانيا. اكيد موسوعه جينيس، الدخول لموسوعه جينيس هو ليس بالشيء الهين. نعم احمد، انت طيار شراعي وغواص وقافز مظلي، شلون قدرت تجمع بين هاي الشغلات وايهما الاقرب الى قلبك؟ الرياضات اللي هسه تكلمت عليها هي متشاركه بشيء واحد اللي هو عامل الخطوره. نعم. تعتبر من الرياضات الخطره. الخوف يعني تحب الافلام الرعب من التغير؟ مو افلام الرعب، افلام الاكشن. زين. اي ف هاي الرياضات تشارك بعامل الخطوره. ادي فلسفه انا شخصيه انه الانسان من يحس انه هو على حافه الخطر، يعني على قريب للخطر، راح يحس بقيمه الحياه اكثر. انا اشوف كل لحظه اسوي فد نشاط رياضي خطر، تعرفك هرمون الادرينالين ينطيني دفعه، ينطيني حافز اكثر انه اكمل بهاي الرياضات. بالانجليزي يسمونها ادرينالين ادكتد. ادرينالين، نعم. اي نعم. فانت يعني حبيت الموضوع عادي. انا مرات يعني انا مرات احب الحروب، يعني تصير هيك الكوارث، ما اقول يعني ما احس بخطوره. المهم زين احمد، انت يعني شنو حلمك؟ شلون بدا بهذا الموضوع؟ يعني قلت لي انت من حبيت الخوف، ولكن المستقبل شلون رسمته؟ طريقك شلون؟ من ساعدك بهذه الاشياء؟ نعم. من طفولتي اني شخص يعني اقدر اقول على نفسي انه انا طموح ومجتهد بعدة مجالات. طبعا عدا احمد الرياضي اكو احمد يعني الشخص اللي يحب يقرا، يحب يتعلم، يحب عندي فضول انه اعرف هواي. هذا خارج الرياضه، فهذا انا اقدر اقول انه هو جزء لا يتجزأ من موضوع الرياضه الخطره. انا طول حياتي من طفولتي كنت احب الطيران، عالم الطيران بصوره عامه. لهذا السبب تشوف انه اغلب الرياضات اللي انا اسويها هي رياضات جويه، لان موجود بها عامل العلميه والفيزياء اللي بيها. سنه 2014 دخلت نادي فرناس الجوي اللي هو اقدم نادي بالعراق للرياضات الجويه. دخلت دوره قفز مظلي.
بعدها بدا هذا المشوار، مشوار القفز المظلي، اللي هو اتوقع اقدر اقول انه اول رياضه انا سويتها خطره. طورت نفسي بيها، بقيت مستمر بيها، تعرفت على ناس خارج العراق. هذا الموضوع ساعدني، طبعا انا عندي لغتي الانجليزيه جيده، فهذا الموضوع ساعدني انه اتعرف ناس على ناس خارج العراق. قدرت انه اسافر خارج العراق، احصل على رخصه اتحاد دوليه، اتحاد الدولي للقفز المظلي. بعدها تعرفت على ناس اكثر. شوف يعني خارج العراق اغلب الرياضيين ما يتمسك برياضه واحده ويقول لك انا ها راح ابقى بيها مدى الحياه وهي ها هي. نعم. واكو بيها اهتمام ايضا من قبل الناس المسؤوله. زين احمد، بعد ما حصلت على شهاده موسوعه جينيس وغيرها من الشهادات نعم، هل تم الاحتفاء بيك؟ يعني اكو اهتمام تحس اكو موجود من قبل بلدك؟ انا كابتن حسين من حصلنا على الرقم القياسي العالمي. يعني احنا شفنا طبعا انا اكيد نقول العائله اولا، الاصدقاء ثانيا، هاي منتهين منها كدوله، منتهين من عندها ناس مسؤوله. بالنسبه للجانب الحكومي، احنا عرضت علينا عده شركات انه تكون راعيه لموضوع الرقم جميل القياسي. جميل. ويكون اعلانها بهذا الرقم القياسي. جميل. من قعدنا وحكينا بهذا الموضوع انا وكابتن حسين، قلنا انه لا، ما نريد نخلي الموضوع موضوع تجاري، نريد نخليه موضوع وطني. خليناه علم العراق، بس مجلس النواب طبعا كرمنا وخلى صورتنا مجلس النواب. جميل. عندنا موعد يعني المفروض يكون قريب من رئاسه الجمهوريه او رئيس الوزراء، احنا موعودين به، ولكن لحد الان ما عندنا خبر انه يمتى يكون. نعم. هذا الموعد. نعم. ان شاء الله. يعني ما اقول انه هذا الشيء اللي كنا نطمح له ونتامله، بس الحمد لله. يعني اكيد اكيد. زين احمد، اكيد انت بعد ما حصلت هذه الامور الكثيره، الناس تابعك، اصبحت هواي مبتدئين، هواي ناس. نعم. شنو رسالتك لهم، وايضا شنو تحب توجه رساله اخيره من خلال هذه الاستضافه؟ رسالتي الاولى للشباب الرياضيين الموجودين بالاسره الجويه والشباب الرياضيين خارج الاسره الجويه، الشيء اللي احنا سويناه، اللي انا سويته وكابتن حسين سواه، هو مو شيء مستحيل. يقدر اي انسان ثاني يكون طموح مجتهد يثق بنفسه ويعمل على شيء يبقى مستمر به يقدر يوصل له. يعني احنا مو اشخاص خارقين ولا سوينا المستحيل. نعم. يبقى الموضوع شنو، انه انت كشخص لازم نفس ما قلت تثق بنفسك، يكون عندك هدف طموح، تبقى تستمر حتى لو. نعم. ممكن فشلت مره، ممكن ما نجحت مره، ممكن ما تشوف تفاعل. أكيد. ناس وياك، الجمهور ماكو مساندة. نعم. إلك، بس مع ذلك إذا بقيت تستمر تقدر توصل لهدفك، وهذا نشوفه عند الكل. يعني كل الأشخاص واصلين. أكيد. شكرا لك. نعم. يا أحمد، كنت ضيف عزيز وخفيف الظل على برنامج إيتاك وقناة الأيام الفضائية. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاك، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقول لكم في مع الله.